السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ني هاو و تشاو محمد هنغاوشن رنشني و خويش و جونغوان ايديان. هذه اللغة الصينية تعلمتها بنفسي عن طريقة البودكاست، ما احتجت ان اسافر الى الصين وادفع الالاف حتى اتعلم هذه اللغة. طيب احنا انا وهاب نبغى نعلمكم اللغة الانجليزية بنفس الطريقة واحسن كمان، بس مجانا. الموقع موجود حاليا، فنبغى نعلمكم اللغة الإنجليزية من خلال موقع englishpod.com. روح الموقع شوفوه، جربوا الدروس اللي فيها. حاليا فيه 3 دروس بس عشان تجربوا صيغة البودكاست. بس نحتاج دعمكم يا شباب، نحتاج دعم مادي عشان الموقع هذا حيكلف فلوس كثير، وبس يعني حيكلف فلوس كثير، بس نبغاه يكون مجانا لكم. هذا الموقع في النهاية، هذا المشروع للنهاية لكم مو لنا، لكم للعالم العربي. أكثر الأسئلة اللي تجي لي: يا محمد كيف أتعلم اللغة الإنجليزية؟ طيب إحنا حنعلمكم اللغة الإنجليزية أنا وإيهاب. وليش إحنا أحسن ناس نعلمكم هذه اللغة من طريقة البودكاست؟ لأنه عندنا خبرة في موقع ثاني arabicpod.net. أنا وإيهاب لنا خبرة فيه أكثر من 5 سنوات نعلم العالم اللغة العربية، والموقع ذاك اشتهر وناجح، يعني بيجي لنا مكسب رزق منه الحمد لله على كل حال. بس في المقابل نبغى englishpod.com يكون مجانا لكم عشان كل الكل يستفيد، اوكي؟ فبس زي ما قلت لكم نحتاج دعم مادي، ادعمونا يا شباب، ادعمونا اللي تقدروا عليه، حتى لو دولار دولارين نحتاج دعم مادي. كيف تدعمونا؟ طيب في موقع اسمه zumal.com، الرابط تحت. zumal.com هذا موقع اسمه كراود فاندنج، في الغرب مشهور هذا الكراود فاندنج. ايش يعني كراود فاندنج؟ يسمح للشخص العادي مثلي مثلك انه يطلع ويحط مشروعه ويطلب دعم من الجمهور، من الشعب، فاهم؟ يطلب دعم مادي. فاحنا حطينا هدف 20,000 دولار في موقع zumal.com حتى نشتغل على الموقع اكثر من سنة، فاهم؟ سنة سنتين ان شاء الله. 20,000 دولار حيكفي ان نشتغل على الموقع englishpod.com ونعلمكم اللغة الانجليزية تقريبا سنة سنتين او اكثر شوية. فنحتاج دعم مادي منكم. إن شاء الله بعد سنة سنتين حيكون في الموقع هذا أكثر من 100 درس وحتستفيدوا منه كثير. أنا أعرف ناس، يعني قابلت ناس تعلموا منه englishpod.net ويقدر يحكوا باللغة العربية بفصاحة، يعني نفهم بعض. ونفس الشيء أنا قابلت ناس يتكلم صينيين ويقدر يفهموني، يعني لأني تعلمت صيني الحمد لله عن طريق البودكاست. نبغاكم انتم تتعلموا اللغة الانجليزية، الكل سهل، وانتم جالسين في السيارة، وانتم تروح النادي، وانتم في البيت، اي مكان، مرة سهل عن طريق البودكاست وممتع ترفيهي تقريبا. روحوا englishpod.com شوفوا اسمعوا الدروس اللي حطيناها هناك، حيكون ترفيهي وممتع تقريبا، مو زي الفصل العادي تكون طفشان وجالس، لا. وغير كذا ممكن تتعلم الكتابة والقراءة كمان. كيف؟ وانتم بتسمع الدرس اقرأوا النص المرفق، حاولوا تتابعوا النص المرفق في نفس الوقت وانت بتسمع الدرس، ان شاء الله هتتعلم القراءة. ونفس الشيء ممكن تتعلم الكتابة لو حاولت تكتبوا الكلام الانجليزي الموجود في النص المرفق وانت بتسمع الدروس. فادعمونا بس يا شباب، روح على موقع zumal.com، الرابط تحت الفيديو موجود، رابط دعم مشروع، رابط صفحة دعم المشروع موجود تحت الفيديو. روحوا وادعموه اللي تقدروا عليه، حتى لو دولارين الله يخليك، مدموه دحين ما حتخسروا شيء دحين. ليش؟ لانه عندنا الهدف هذا 20,000 دولار، لو ما وصل الهدف ما المشروع ما حياخذ ولا شيء ولا فلوس. يعني بالخلاصة الموقع zumal.com ما حياخذ من جيبكم اي شيء، ما حياخذ من جيبكم فلوس الا لو نجح دعم المشروع، يعني وصل هدف 20,000 دولار. فما حتخسر شيء إذا أعطيت المشروع دحين أو بعدين، بس أعطوه دحين أحسن حتى ما تنسوه، حتى الناس يشوف إنه بالفعل في ناس بيدعموه، في ناس بيحبوا المشروع، حتى تشجعوا الناس تانين. ادعموه الآن اللي تقدر عليه الله يخليكم. روح englishpod.com، روح zumal.com، الكل بيستفيد. لو ما جاء لنا الدعم، يعني لو ما وصل الهدف 20,000 دولار على zumal.com للأسف الشديد حنضطر على اغلاق الموقع، حنقفل الموقع. ايش نسوي؟ يعني احنا جربنا اللي علينا انا وإيهاب، الباقي عليكم انتم.
ادعمونا اللي تقدر عليه. لو كل واحد فيكم، لو كل واحد منكم يعطونا دولارين فقط ممكن نوصل للهدف هذا، 20,000 دولار. فطفشتكم صراحة، بس يعني اضطريت اني اطلع واكلمكم. حاليا دعم المشروع له تقريبا يمكن 7 ايام 8 ايام، ما في كثير ناس دعم المشروع، مع انه عدد المشاهدات في الصفحة كثيرة، فوق 2000 مشاهدة، ولكن ما في الا يمكن 9 و10 انفار اللي دعموه. فمعليش انا مزكم شوية كمان بكلمكم، وهذا الرسالة في هذا الفيديو من قلبي، ما عملت للفيديو اي تعديلات. مضطرين يا شباب، ما نبغى هذا المشروع يفشل، ادعمونا، روحوا زومال.com، طفشتكم، انتوا حتستفيدوا منه، العالم العربي كله حيستفيد منه ان شاء الله، حتى اذا انتم متعلمين اللغة الانجليزية او ما تبغى تتعلموه، ادعم المشروع، لانه كمان ممكن تتاجر عليه، هذا علم مجانا للمسلمين للعرب، ادعموه اللي تقدر عليه. والله يعني جزاكم الله خير، اذا قدرتم تدعموه 5,000 دولار، 1,000 دولار، 100 دولار، اي شيء، طبعا كل ما كان اكثر كل ما ساعد المشروع انه يوصل للهدف. ادعمونا يا شباب، ما ادري ايش اقول اكثر من كذا. فانا ابغى اعوذ بالله من كلمة انا، بس ابغى المشروع ينجح، ابغاكم تتعلموا اللغة الانجليزية، ابغى شباب الامة يتعلموا، بس ساعدونا على مساعدتكم. فهذا يعني ما نقدر نقول اكثر من كذا. يلا الله معاكم، نشوف ايش يصير، ان شاء الله ينجح المشروع. انشروا المقطع، انشروا الموقع، انشروا المشروع كمان. يلا السلام عليكم.